بنحلم بزمن أجمل بلاد ميلاد بلاد ميلاد بنحلم بفضاء موسع بنحلم بزمن ممتد لحد حدود حدود الحد وطن لا فيه هم لا غم فقط نسعد وطن ممتد لحد حدود حدود الحد وطن لا فيه هم بلاد حتى الشمس والضوء نحلق ما يحب نجو نقيل فيها مرتاحين وريحة البن نتاوق ليها مستني يمر فنجان علينا نتكفى ونضار الدمع بالفرحة هذا بالأمس برفقة عائلته أستاذ علم الاجتماع المعروف وأحد مفاخرنا بالخارج الدكتور زنون السفلابي المحاضر بعدد من الجامعات الغربية وعضو العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وقد احتفت العديد من الأوساط العلمية والفكرية بمقدمه وكانت في استقباله بالمطار. وفي حديث للصحافة عبر سعادته بالعودة لأرض الوطن، وعبر أيضا عن شكره وامتنانه لكل من كان في استقباله من تلاميذه ومعارفه وأصدقائه، وأشار بأنه سيقضي جل إجازته قصيرة في مسقط رأسه في رحلة عودة الطيور المهاجرة لأوكارها الأولى. سنين طويلة لكن لسه محفورة في الذاكرة يا دكتور. دكتور السفلابي كان واحد من الناس اللي بتعدوا في أصابع اليد، تركوا بصمة وأثر كبير في حياتي يا فاروق. يمكن ما أكون أنا بس، أجيال ودفعات في الجامعة كان لها الشرف في إنه تنهل من علمه ومن معرفته. أجيال كانت شاهد ملك على عبقرية ما بتتكرر، وإنسان ضد الاستنساخ الجديد. أستاذ يا فاروق، مهما كان إحساسك بنفسك وقدراتك ما بتقدر تقف قدامه إلا وقفة تلميذ. إنسان أثر بمعنى الكلمة. كل تلميذ بأستاذه مجد. كلمة حق لازم أقولها، فرصة ما بتتكرر ولازم أغتنمها. أنت هتخليه يسفرها؟ الدكتور حيشرف على رسالتي للماجستير. شرفتونا يا اخواننا. تفضل يا اخواننا. نحن المره دي باي طريقه وباي وسيله لازم نمنع الدكتور من انه ما يرجع يسافر ثاني. البلد دي محتاجه لامكانياته ومقدراته ومعرفته العلميه الغزيره يا اخواننا. وانا ما كده يا دكتور صديق يا اخوان.
اخوان انتوا من اول حاجه الناس اللي قاعدين هنا ما يمرقوا. هي بتاع التلفزيون ما تسجلوا الكلام الاخير ده. احنا سجلنا حاجات اصعب من كده في اللي غدا يا دكتور. قول الحقيقه مهم جدا جدا، وخاصه لما يتعلق باعز حاجه انت بتملكها في حياتك، ببلدك. والدوله زي ما بتهتم بصادر الاقتصادي وتخضع لاقصى عمليات الجوده، برضه مفروض تهتم بصادر البشري. فعلا يا دكتور، وده الكلام اللي بيحفز الناس ويخليها تهتم بمؤهلات العلميه والاكاديميه والطويله. نعم. نحن نستاذن يا دكتور. تفضل. تفضل. خيرك يا اخي. ده نحن اللي عايشين على الشكر يا دكتور، على حفاوه الاستقبال وكده، وطبعا دي عادة السودانيين يعني. الله يخليك، الله يخليك، الله يبارك فيك، الله يعافيك يا دكتور. انا موافق يا ابني كمال، اشرف على رساله الماجستير بتاعتك، اطمئن. ده حلمي متحقق بالنسبه لي. قبل ما امشي يا دكتور، احب اذكرك بالمؤتمر ودوره انعقاد اللي هي قربت في اليومين الجاي. مؤتمر وين يا دكتور؟ مع احمد وضحى. ده جايين عبرين قارات، مدن، مطارات، مواني، همهم كله يشوفوا السودان، أشجار السودان، نخيل السودان. عايزين يعبوا صدورهم دي بأنفاس أنا متأكد إنهم هم محتاجين ليها. الأنفاس دي فاقدها أحمد ومنى ولا فاقدها أبوهم؟ طيب يا دكتور. طيب يا دكتور، طيب، السلام عليكم. نرجع البيت بعد التعب والمعاناة في الزراعة، كنت بجي داخل الحلة دي زي الأسد، إحساس كده بالرجولة مبكر. العمة فوق الراس والسكين فوق الذراع والعكاز في الليد. يا سلام، أي فرح والله كره. أنا اسمي فوق، اسمي في الكشف فوق قدام. اي مشكلة بتاع الشفع انا بكون فيها جودية، بتاع الشفع ما قبلوا الجودية بجيهم انا بالعكاز. الشفع يا ويلهم وسهر ليلهم لما يقول لهم جاكم زن. بس اوعى تكون فكرت في الوقت داك تتزوج ولا حاجة كده يعني. وده بتفكير خطوبات بالكوم. خطوبات؟ ايوه. وخطيباتك ديل وعلاقاتك العاطفية مكان وين استفي القلب؟ اوعى يكون كده في بيناتكم هسة عودة للحنين للماضي يا أستاذ. لا 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 لا، ديل فيهم جزء توفى وفيهم جزء راح بالتقادم. دي صدمة فشل الخطوبة يا نسنون. انت قالوك انا كنت قاعد في الوطن، انا اول ما بديت شفت اكبر عانس في الحلة دي وتوجهت عليها، مشيت على الريلة بالتبييبين أول شيء. زنون يا ستي من يوم كان بيحترم الأشياء الكبيرة الفخيمة. كنا بنغني للطير ونحن بننصب له الشرق. قمري يا دباسة ويوي، أم حيقم واساوي، قال لك الخليفة ويوي، أديني قرعة نظيفة ويوي، أشرب وقوقي ويوي في بحر زلوقي. والخليفة اللي قال لك ده اسمه منو يا بابا؟ لو عرفتيه تعالي كلمي بابا. ها يلا. Thank you.
حبوبة كلمتنا وقالت لنا حتلعب وشلير وكديس من النطاق. وفات وفات في دين سبع لفات وجبه. انت شفت لعب. السلام عليكم. السلام والرحمة. ازيك يا اخونا؟ حبابك. ما عرفتك. زول غريب. ساكن في الحلة دي؟ ساكن في زراعتي دي. الحلة دي فيها طريقة زول. غريب يسكن ينسكن الله قال بيقوله. نعم؟ عام الله عليك يا اخوي. الله ردي مش هريد ود اللبيب؟ هاي تعب عليه. يلا اجر لي. قال عشان ما فاضي. والعمل العام في الحلة دي ما مدوا فرصة. ود اللبيب في الحلة دي الله تقول عضو في 15 لجنة. حلة اللجان الساكنة الجان دي إما الرزق فيش بجيبنا ليها. فات وفات في دينه سبع لفات وجب وقعت في البير. يا راجل يا راجل مسوين. يا مرة الوقت كالسيف والحياة دقائق وثواني. اي نعم لكن زنون والدخول ده ما جاب لأولاداته قاعد في بطن البيت. لنا سنين عدد ما شفناهم بعيننا. السلة لو كجونا في بطن البيت لا قعدت معاهم لا سألتهم لا عرفت البيهن. ماشي وين مشاكل الحلة. انا روحي ما قادر اقعد معاها. مشغول مشغول شغلة كثيرة. والله شاغل نفسك في الفاضي ساكت. قلت شنو؟ قلت الله يلزمني الصبر. اللهم امين. اخي لا سودتك عن ميس. ميس؟ وين الميس الحقيقي؟ من شدة وحرينا وين؟ وين ميس شدة؟ بتعلم الناس القوة والفتوة. وين ميس الصبق؟ بعلم الناس الرشاقة رشاقة الغزلان. وين ده؟ يا بابا جبتنا حلتنا حبوب عشان نلعب بلياردو. وكنت ما مدينا وقتك ادينا مصاريف ولا دايرنا كمان نشيل منه الضيفان. خلاص برسل لك سواق الكارو يجيب لك إيراد اليوم كله. وإذا لقيته مشغول برسل لك الكمساري بتاع الكارو. الحلوين كنتوا وين انتوا؟ وابوكم وينه؟ وصلنا وقالنا ادخلوا بيت حبابة. حبابكم ادخلوا 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 يا الحلوين ادخلوا. حبابكم انتوا يا العسل. الله يخليكم ادخلوا جوا وقلب حبوبة ادخلوا. معليش اخذنا الكلام ونسيت اعرفك بنفسي. بسمات حمد النيل ماخذني ود اللبيب. امسي سوري بعلي ود اللبيب واحد من قيادة الحلة دي. اما انا واعوذ بالله من كلمة انا اكتب في النشاط الطلابي. امسي سوري النشاط النسوي. حصل لنا الشرف. بقول لك شنو يا اخت شادية؟ نادية اسمي نادية. الرماد البركاني الاسلندي ان شاء الله ما يكون اثر عليكم. لا ده كله من الاحتباس الحراري. يا بسمات درستي وين؟ لا ما درست نظامي الا الاطلاع واجتهاد شخصي. بعدين انا ما تعبت كثير. الاساس الفكري والاستعداد الفطري كان موجود عندي. بالمناسبه عزماكم عشاء لكن ما عارفه النظام الغذائي بتاعكم شنو. علنا اقصد انا عامله روجين شويه سلطه كده ومايونيز وقطعه جبنه بس. شوف يا زنون ود السافلاوي انت زعلتني وانا بجاوبك.
خدمة البلد والعمل العام ما مدي الزول فرصة عشان يفكر في نفسه. يعني الزول اللي بينزل نفسه لخدمة المواطنين يبذل في سبيله. نجي للشقة الثانية من سؤالك. أولاً الزراعة يعني ما طموحاتنا وما تطلعات الواحد في حياته. طموحاتنا وتطلعاتنا أرفع من ذلك. ولكن أبو عقل ود الشيخ. الزول سموه زول عشان يزول في سبيل الآخرين. والله ما بننكر فضل رب العالمين. أدانا نعمة العقل إلا الدنيا دي ضيقة وما بتضي حريف. إلا زمننا بيجي. زمن بيجي ولا اشنا ود اللبيب. صدقته. تاني هام العمل في الزراعة ما تطلعات الواحد وطموحاته في الحياة. بعدين يعني قدراتنا ارفع من ذلك ولا اشنا ابو عقل ود الشيخ. والله في المدرسة أنا كنت بيجي الأول وهو في العشر الأوائل ما بيدخل. غايته في الدنيا دي لقى فرصته. كريم ود غشيم. إلا نحن فرصتنا بتجي. أيوة بتجي. أصبر لي أصبر لي أصبر لي أصبر لي نريد على التلفون ده. ألو؟ هذا من ذا؟ أسكت أسكت بوريك بعدين. معايا بعقلة؟ أسمع يا بعقلة. والله ولاد إسماعيل ديل يعني مظلمين وزعلانين شديد. والله هذا حاج اسماعيل واقف جنبي قالوا عندهم ثلاثة اولاد ليه هسه دي اصيلهم ما دخلوا له اللجنه اللي تحلها. ايوه انا قلت لهم يعني الموضوع ده محلول تب. عمكم ود اللبيب اظن داخل له في 12 13 لجنه بيتنازل لكم من ثلاثة كرام ليكم. بس يعني انا قلت له يعني يمكن تكونوا عصرتوا عليه شويه. اي شكرا. الاغنام اللي كانت عندكم يا الفحيل كانت بتسد طرقات الحله. ابوك الله يرحمه لحد ما مات ما كان محتاج يزول لانه اللي عنده كان مكفيه زياده. ابوك الله يرحمه كان بيدي اللبن للمحتاجين بالمجان. وانا راجع للبلد دي كنت بتخيل انك انت تكون اكبر مصدر للاغنام في البلد دي كلها. بتدورني عبار النهار كله بالخلع من بواق القصب للقش اليابس وطلع ده زول فاهم يستفيد منه. انا بشوفها يا جماعه انه فريق الحله ده اكتفى من البطولات المحموله بالبكاسي. بعد كده نشوف لنا بطولة قوية الواحد يستعرض فيها عضلاته ولا كيف يا جماعة؟ شاي زنو؟ قال بنشوف فيه في الحلة ده شنو؟ ده فيلم روائي. شنو؟ فيلم روائي مش ناس الدراما بقول لك في واقع فني وواقع متخيل. اللي بيحصل في البلد ده واقع متخيل مع اختلاف بسيط لكنه اختلاف جوهري. في الفن الروائي في مشاهد وابطال ومشاهد لكن واقع الحلة المتخيل ده ما فيه مشاهدين فيه أبطال وبس. هو الحل لازم يعرفوا انه الدنيا دي ما بتبتدي وتنتهي في الحلة دي. لازم يهدد جدار الفاصل بينه وبين الآخرين. لازم يعرفوا انه الدنيا دي فيها ناس ثانية غيره. غمة الهزيمة انك انت تعيش في زهو دائم وبانتصارات ضعيفة. قوم علي شنو عمتك يا زنون قوم علي ما اللي حصل لك شنو علي
لفت الراس والاغماءات دي حاجه عاديه جدا في الايامات دي. انت يا كلام الله، انت مش كنت شغال في مجال الطب البيطري؟ ايوه، خبرات طويله في عالم الحيوان. وكيف حولت من الطب البيطري للطب البشري؟ شوف، التشريح الفسيولوجي وميكانيكا الانسان والحيوان واحد. يلا حاجه حاجه. لا شنو لا شنو لا، انت عندك شك في مقدراتنا وخبراتنا الموجوده في المؤسسه الطبيه دي ولا شو؟ خليه يا ولدي، طوالي بعالجنا وطوالي بنطيب، وشهد شاهدون من اهلها. انت كلام الله، هاي المصري انا قايم عليه زوجني. تعال تعال وتنا، تعال وتنا يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة يا اخي دقيقة، قوم يا حاجة، قوم يا حاجة دقيقة يا اخي. اخوانا الحمى، دقيقة يا اخي. الحمى الحمى يا دكتور. الله عليك. بيجونا وبنعالجكم لانه الامانة العلمية بتجبرنا على كده. يا زنون، مفترض نرجع بعد ده. انا ما شايفه اي مبرر لقعدتنا في الحله اكتر من كده. وباقي الاجازه ممكن نقضي جزء منها مع اهلي في بورسودان، ولا نشوف نوال اختك في المبيض نزورها ونسلم عليها، وبعد ذاك نجي الخرطوم في بيتنا، مسقط راسك وذكرياتك واصحابك. والفردوس المفقود هزرناها. نادي نادي. هاي عارفة يا نادية؟ عارفة لما لقيت أمي قالت لي شنو؟ أمك لقيتها وين ومتين يا راجل؟ ظاهر الدكتور ما داير زول يكسر عليه الهدوء والعزلة اللي بعيشها، لكن أنا مضطر يا دكتور، لأني واثق إنك ما حتكسر خاطر تلميذك. بعدين دكتور سافلابي ده اهم شخصيه في المؤتمر، وانا ما قادر اجيبه لحد هسه. لكن حاجيبك حاجيبك يا دكتور سافلابي. ليه اخترت الثقافة الشعبية يا كمال؟ لأنه الثقافة دي نحن اللي ورثناها. في كثير من الأحيان، ويمكن في الغالب. أيوة. هي بتشكلنا، بتشكل العالم من حولنا. وأنا في الرسالة دي ركزت على الثقافة الشعبية السالبة تحديداً. بتدعو للتفرقة وإقصاء الآخر والتقوقع والانكفاء على الذات. أنسو. وأنا يا دكتور في الجانب ده جمعت كمية مهولة من الشعر والأغوال والأمثال، زي المثل اللي بيقول أن ما بيأكل براه ما بيشبع. معنا كده في ظل مجموعة حنظل في حالة جوع دايم. الثقافة الشعبية الموجبة إنجازة التسمية أنا ما أهملتها يا دكتور. كويس. لأنه أنا بفتكر إنها هي اللي بتقود الناس، تختصر عليهم كثير من الزمن وكثير من التجارب، وهي في النهاية خلاصة لتجارب غيرنا. نعم. أنا اخترحت بتضمينها في منهج مرحلة الأساس. كويس جدا. لأنها ثقافة بتقول لنا الرفيق قبل الطريق.
والنفوس كانت طايبت البيت بيشيل مياه. البيت بيشيل مياه. صعب جدا يا دكتور في عصر العولمة والغزو الثقافي نخليها للذاكرة الشعبية عشان تحفظها. أيوه صعب جدا جدا إهمال حاجات زي دي. نعم. وبعدين في ناس استغلوا المنهج ده أسوأ استغلال ممكن تتخيله. في بعض المعلومات يا كمال وراها غرض هدام. وفي بكل أسف بعض الجهات أخذت المعلومات المتناثرة في الهوى دي وأضفت لها ونقحتها وأعادتها مرة أخرى للعقل الشعبي. فبقت عرف تقليد ثقافة. حاج عبد الهادي ود اللي ديري انا كنت قايله عالم اللي جيته ما قدر كده سألته في علم الانساب ما مشى معي كثير الزاوه اي اها ماوي حل في عينات المطر ويعني ذلك اي يا زول الزول ده صعب 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 ما بتلاحق اها كلمه حق يعني في علم ايوه اي في ذلك اي في ذلك دي كلمه حق ما هذا؟ نعم؟ لهنو ده؟ ما بعرف ضمنه؟ يعيد انت؟ ها؟ بيكون 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 السلام عليكم وعليكم السلام الحقيقة بسأل من دكتور زنون السالفابي خير 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 لا خير ما في مشكلة بس عندنا كده دعوة يفترض يشارك في المؤتمر في خرطوم وصلت الدعوة وزنون السالفابي ده يعني دكتور زنون السالفابي أي دكتور دي عندكم هناك هنا ده والسعيد والبت المنى والبت بنايب ولا شنو ده اللي الدكتور دي خشم بيوت والله في ناس عندهم علم ميتين بساكت لا يعلم به إلا رب العالمين ما تتفضل معانا كوباية الشاي لا لا شكرا جزيلا بس كنت عاوز اقول لك الدعوه دي وصلت طب لا خلاص السلام عليكم الله يبارك فيك الله يسلمك اهو بقى شاي اللبن بالزلابيه دي فعل انا كنت بحرص عليه يومي حتى وانا خارج السودان هو ده نوع من الثقافة الشعبية الغذائية الموجبة السلام واصل واصل وقول السالبة أصلك بجيت مرجع في الحكم والمأسورات زي راس بلا كيف أريته بالسيف أيوة أيوة أي حياة زي دي باستمرار السلام عليكم وعليكم السلام حي الدين الحمير كيف احوالك؟ تفضل يا اخي صباح النور ايه ده مشوار صباحي ولا شنو؟ والله جاتنا دعوة لمؤتمر نعم وده مؤتمر شنو ده؟ المؤتمر العالمي لتغنية وتنمية الإدارة يا حاج الحمير يا حاج منكم. انا ولدكم يا اخوانا عشان كده هتكلم معاكم بصراحة شديدة المؤتمر اللي انتم ماشيين له ده اكبر من طاقاتكم وقدراتكم عشان كده يا اخوانا ما تبقوا موضع بتاع تندر وسخرية ما تبقوا مضحكة يا اخوانا شوف نحن اللي بيضحك علينا لاسع ما مشى في الواقع دي وهم لاسع ما ولدته بعدين اسمع هنا انت اي حاجة تحصل في الحلة دي
عايز تتقدمها وتزعمها. انت قايل نفسك منو يا اخي ولا شنو يا دلبيب؟ يا ابو عضله، ابو عضله خليك عاقل ودلبيب، ودلبيب خليك لبيب زي اسمك يا اخوانا. ما عيب الزول يخطي، لكن عيب جدا جدا يمشي في الخطا وفي الغلط بتاعه. حرك حرك هذول يا جماعه. انا زولكم، انا منكم وفيكم، وما اقدر اشوفكم في موقف انا ما بتمنى ليكم. نحن والله عارفين انك بتتصل، والدفار ده مما يقوم من هنا ده عارفين تلفوناتك بتتخابط، لكن والله والله اللي بيجينا من السما ده اللي نقول انت. هاي اجيفوا اجيفوا هاي. انا ممثلة المرأة في الحلة دي. امره يرجع البيت. هاي هاي ورجع البيت. نحن ما عندنا مرأة بتبرانا. دور دور يا شباب، شباب دور دور. امرق 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 يا حبيبي. والله احشد غو قاعدي ضدكم، وما تقعدوا تاني في البلد دي والايام بيناتنا. بسم الله. يعني نحن كان ما قدموا لنا دعوه بنجي؟ الزول دار يقدم علمه وخبراته للناس، يعني تندموه على اليوم الجاب ولا شنو يا ود اللبيب؟ انا هاي ما انا بقول احسن نرجع. الخسران منه وخسرانين هم. اي والله يا خسرانين. خلوهم خلوهم. تفضل 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 تفضل. دالها ليه يا دكتور صديق؟ لا الحاصل انا عارفه. نعم اللي بيحصل ده دكتور هم ما عندهم له استطاعه. ايوه دكتور. نعم لازم تحتمل الموقف ده دكتور صديق. ايوه لا ده عشان ما يصل يا دكتور صديق، بيجهزوا في نفسهم قبل المؤتمر ده بثلاثة أيام، فلازم تحترموا ده حتى لو كان فيه نسبة من الخطأ. أيوة يا دكتور. نعم لا اطمئن يا دكتور اطمئن. طيب السلام عليكم. والآن أيها الكريم، بعد أن قدمت الورقة الأولى في مؤتمرنا العالمي لتقنية وتنمية مهارات الإدارة، نفتح باب المداخلات، والمداخلة الأولى مع عمنا علي حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلبيب هاي الكلام اللي غلب اللي حمر كبيرنا ده ما اظن بنقدر عليه. اخير نمرق يا اخوي قبال الدور ما يجينا ولا مو كده يا دلبيب؟ نمرق
عمود الحمر. عمود الحمر يا عمود الحمر، نحن ابدا ما بنقلل من معرفتكم الثقافيه في الاداره، لكن الليله العالم اتطور والاداره اصبحت علم واسع والمعلومه اصبحت بتتداول بين الدول في ما بين لحظه والثانيه، عشان كده بتتعمل المؤتمرات العلميه دي لتطوير علم الاداره، وما في دوله في العالم بتتطور من غير ما علم الاداره بتاعها يكون متطور، عشان كده الناس بتبحث في المراجع وفي الندوات وفي المؤتمرات العلميه عن كل النظريات الجديده اللي ممكن تطور العلم، وفي ناس بتسافر برا البلد عشان تتحصل على معلومه حتى لو كانت صغيره، لانها بالتاكيد حتضيف لتطور البلد، ودي دي دي, دي النظريه الجديده، وافتكر انه احنا ساعين عشان نطور بلدنا، عشان كده بنعمل المؤتمرات العلميه دي، لكن ده ابدا ما يعني ان احنا بنقلل من جهدكم ومن قيمتكم يا حاج. ده عالم يا كمال البقاء فيه للاقوى، الصراع فيه بكسبك للمعلومه بالمعرفه بالدرايه، مش تعيش على نجاح ضعيف واهن وامل كده مخدر ومتوهم. دكتور السافلاوي حرم الليله شاي المغرب معانا ولا كيف يا جماعه؟ جدا لازم نتحد يا كمال، ها جدا يا اخوانا. اهلا، عليكم السلام. يا الاحوال، شوف يا كمال يا ابني، انت حتصل للنتيجه، بس مع احترام الاخر واسقاط الذات. ها يا دكتور، شايفك يا دكتور مركز على التنمية البشرية. التنمية البشرية لما تحصل بيكون في وعي كبير جدا جدا، رغبتكم في معرفة الكمبيوتر حتكون واضحة، حتكونوا عايزين تعرفوا النت، حتكونوا عايزين مدارس لأطفالكم صحية ونظيفة وظريفة، حتكونوا عايزين مستشفيات كويسة، حتكونوا عايزين بيوت آمنة وجميلة ونظيفة. رغبتك في معرفة العالم من حولك حتزيد وتكبر وتتسع.
اجمل